They got a lock on us. Engine's been hit. Get us out of here. I'm losing control. السلام عليكم يا شباب. هذا الفيديو راح يكون عبارة عن أبديت لنعرف شو وضع سايبر بانك حاليا. هلأ الكل بيعرف المشاكل اللي مرت فيها سايبر بانك وسي دي بروجكت ريد اللي هن مصممين لعبة سايبر بانك، واللي كانوا مصممين سابقا لعبة The Witcher 3، أفضل لعبة RPG بالتاريخ من دون منافس، ولا تناقشني أرجوك، أفضل لعبة RPG. المهم هلا اللي صار انه لعبة سايبر بانك انطرحت فكرتها سنة 2012، واول دعاية لها طلعت ب 2013، بس دخلت سايبر بانك قيد التنفيذ سنة 2016 بعد اخر DLC لذا ويتشر، ومرت بعدة مراحل، كل مرة يحطوا تاريخ للاصدار وبعدين يأجلوه، بعدين يحطوا تاريخ تاني ويرجعوا يأجلوه، صار اكتر من تأخير وتأجيل لحتى طلعت اللعبة بتاريخ ديسمبر 2020. هل المشكلة وين؟ بعد التأجيلات اللي عملتها سي دي بروجكت لإصدار سايبر بانك على الأسواق، الناس توقعت إنه أوكي أجلوا اللعبة 3-4 مرات معناتها حيطلع برودكت منتج خالص جاهز، يعني وضعه باللوز ومرتب ونظيف، واللعبة ما حيكون فيها بقات، ما حيكون فيها مشاكل، حتكون لعبة حلوة وجميلة متعوب عليها صلهم بيشتغلوا فيها مدري كم سنة. بس اللي صار إنه خلال الـ5 سنين 6 سنين اللي اشتغلوا فيها على اللعبة، حطوا فلوس ودفعوا مصاري للدعاية وللإعلان ولليوتيوبرز ليعملوا دعايات وما خلوا. صرت وين ما تطلع تشوف سايبر بانك بكل مكان، بالفيسبوك تويتر بالإنستغرام باليوتيوب، كل مكان سايبر بانك، ودفعوا فلوس كتير. وكان الهدف من الإعلان هذا القوي جدا إنه يحصلوا أكبر عدد من بري أوردرز، شراء مسبق، وبالفعل جابوا 8 ملايين شراء مسبق للعبة سايبر بانك، يعني 8 ملايين لاعب اشتروا اللعبة قبل ما أسها تكون نازلة بالسوق، قبل بشهر من انه تنزل، حتى أكثر من شهر. فالخطة جزء الأول من الخطة زبط، بس المشكلة وين؟ المشكلة الثانية انه هني بقى ما نزلوا بس للPS5 والإكس بوكس إكس والبي سي، لا، بدهم يطلعوا فلوس أكثر، فراحوا نزلوها على PS4 وعلى الإكس بوكس 1. هي الضربة القاضية كانت لسي دي بروجكت. هذا السبب اللي ضرب سوق سي دي بروجكت ريد وصار وخلى الأسهم تبعهم بالأرض. المشكلة إنه اللعبة متقدمة ومتطورة بشكل غريب، وهذا الشيء واضح ما في نقاش، من أجمل الألعاب اللي بشوفهم بحياتي من ناحية الجرافيكس والجيم بلاي وكل شيء، لعبة يعني رهيبة. بس هذا نفس الشيء، هذا الشيء بدل إنه اللعبة مستحيل تشتغل بشكل صحيح على PS4 على الإكس بوكس، الأجهزة هاي ما عندهم القدرة يشغلوا هيك لعبة، وستيل نزلوها على PS4 والناس دفعت وناس اشترت، واللعبة طلعت بتشي بهوي، شي بهوي مثل ما انتو شايفين بالفيديوهات، شي بهوي، يعني بقات عقلة شات، حاولوا يعملوا اوبتمايزيشن يخففوا شوي المتطلبات لحتى تشتغل اللعبة على فالكواليتي طلع زبالة، يعني المنتج هو لPS5 للنكس جن، ما كان المفروض تنزل على PS4. طبعا عملوا ريفانز وخسروا كتير فلوس، وكان في هجوم اعلامي رهيب عليهم. طبعا نحن هلا بجيل مريض صراحه، اذا بتجيب لعبه بيطلع فيها بق بتجن الناس ما تتحمل. الفكره وين؟ انه العالم بعد The Witcher 3 كان عندهم الامل بسي دي بروجكت بالسماء، كانوا متاملين كتير من سي دي بروجكت بعد ما قدموا The Witcher 3. فوقت نزلت سايبر بانك وكان بالمستوى الرديء هذا، الناس كانوا محبطه. خلينا نروح للموضوع الأهم اللي هو أبديت للمعلومات اللي عنا عن سايبر بانك 2077، وهل هي لعبة بتستاهل يندفع عليها فلوس، هل هي لعبة خرج الواحد يشتريها ويلعبها. هلا اللي صار انه من شهر 12 2020 لهلا صار كتير في تعديلات. اول شيء كل باتش نزلت نزل فيها بوغ فيكسز، يعني باتش 1.23 1.22 1.21 و 1.2 كلها كان فيها bug fixes، فالbugs خفت بشكل كتير ملحوظ. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه هن ما نسوا الموضوع، مو مثل أنثم، لعبة أنثم اللي كمان كانوا العالم متأملين فيها وطلعت وما عجبتهم العالم وكان فيها مشاكل وسحبوا عليها EA. لا، هون لا، هون عن جد عم بيشتغلوا على اللعبة لأنه CD Projekt شركة محترمة، فهن لسه عم بيشتغلوا على اللعبة، عم بينزلهم باتشز، عم بيعملوا أبديت للعبة، عم بيضبطوا فيها البقات، عم بيضيفوا ويشيلوا شغلات، عم بيعملوا بالانسينج للعبة. فهي هاي نقطة كتير مهمة إنه اللعبة لسه عم تزبط، يعني هي نزلت ما كانت خالصة، نزلت بالسوق ما كانت جاهزة، بس هن عم بيجهزوها وعم بيخلصوها. هاي أول شغلة.
تاني شغلة حسب انت وين بدك تشتري اللعبة. اذا بدك تجيبها على الـ PS4 انا ما بنصح، ولا على Xbox One ما بنصح ابدا، لانه برجع بحكي هاي اللعبة Next Gen، مو لعبة تنلعب على PS4 ولا Xbox One. Now اذا بدك تجيبها على PlayStation 5 ولا على Xbox X ما بعرف، لاني انا ما جربت فما حفته، بس الناس عم تقول انه ايه اللعبة is fine على PS5. Now انا فيني احكي انا لعبتها، جبتها اشتريت اللعبة من GOG على PC واللعبة رهيبة جدا. ايه بعد كل البهادل والحكي اللي حكيته بحكي وبقول وبأكد انه اللعبة رهيبة جدا، انا انبسطت باللعب فيها. البقات ما كانت كتيرة، البقات معقولة، ما كان في بقات قاتلة او بتخرب اللعبة، ما كان في بقات مثل ما حكيت الناس بتخرب الجهاز تبعك، انا بحكي على PC اوكي. فاللعبة كانت رهيبة عن جد، CD Projekt اشتغلوا شغل مو طبيعي على اللعبة، شغل جبار، لانه هلا اللعبة بتلعب يدوب تشوف شوية بوكس، بس المشكلة الوحيدة انه هي على PC بتتطلب كتير، عندي جرافيكس 6 جيجا بايت RTX 2060 ويدوب عم تشتغل جوا المدينة، يدوب عم تشتغل 35-40 فريم ريتس بير سكند، برا بتشتغل 65-70 برا هيك بالباد لاندز وبالمناطق اللي ما فيها ازدحامات تشتغل عادي يعني 60 وفوق طبعا من دون ري تريسينج. فاللعبة ايه اذا بدك تشتريها على PC جيبها العبها، رح كتير تستمتع فيها، يعني فيها عناصر الار بي جي اللي انت اللي كل عناصر الار بي جي اللي ممكن تخيلها موجودة باللعبة، وانا بحترم وبقدر الشغل اللي اشتغلوه CD Projekt من تعديلات وابديتات عملوها للعبة Cyberpunk. هلا اذا كان الغرض من الفيديو انه احكي لكم هل اللعبه ظابطه خالصه فيك تلعبها، كون انا جاوبتكم. اذا على البلايستيشن 4 اكس بوكس 1 لا، اذا على PS5 اكس بوكس اكس ما بعرف، لاني انا شخصيا ما جربت، ما باخذ بحكي العالم. على PC 100%. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا الدعم بلايك سبسكرايب ورن الجرس. شكرا.